إذن مشاهدينا، تقارب شيعي كردي تؤكده مجريات الساحة السياسية التي أفرزت مستجدات عدة، ومنها تواصل اللقاءات للزعامات السياسية بين الإطار والاتحاد الكردستاني، حيث تؤكد قيادات في الإطار الشيعي أن تلك التفاهمات بين الطرفين ستفضي إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية لطالما كان ينتظر العراقيون تحقيقها. إذن مشاهدينا، نتابع تقرير الزميل علي حبيب. مع إنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، بدأ المشهد السياسي يتحلل جزئيا بعد مرحلة وصلت فيها لغة الخطاب السياسي لكسر العظم. هذه البحبوحة تفرض على جميع القوى السياسية مزيدا من نقاط الالتقاء وصولا لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية، وهذا بطبيعة الحال يتعلق بمدى التفاهمات السياسية. حقيقة اليوم بانسحاب التيار الصدري تكاد أن تكون الأزمة شبه تحل، باعتبار أن كان هنالك مشكلة كبيرة جدا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وفوضت هذه الأزمة على أنها أزمة سياسية. فبالتالي اليوم نجد أن بعد اختيار النواب البدلاء ستكون هنالك يعني فقرات أخرى وتفاهمات أخرى تكاد أن تكون هي المفتاح للانسداد السياسي واختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. التحالف الثلاثي سابقا وبعد استقالة الصدريين أصبح في وضع حرج بعد أن خرج أهم أركانه من البرلمان، وبالتالي فرضت معادلة مغايرة على هذه القوى، أي الديمقراطي والسيادة، أن تتعاطى معها بالشكل الأمثل وفقا لاستحقاقات المرحلة، فهي خطوة تؤسس لتحالفات جديدة تختلف عما سبق وتجب عليها فتح أبواب أوسع للحوار مع الإطار الشيعي. ما نريد أن نقوله أنه ستكون هناك توافقات جديدة في القريب العاجل حتى يكون يعني الثلثين وليمرر هذا الجانب، ستكون هناك توافقات حسب الاستقرار، يعني السيادة مع الإطار مع الاتحاد الوطني سيمضي بتشكيل الحكومة. ويؤكد الإطار الشيعي وحلفائه بما فيهم الاتحاد الوطني أنه سيشكل لجانا تفاوضية مع جميع القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة، فكل الطرق تؤدي لحلحلة الأزمة السياسية، وقراءات تتحدث أن 10 تموز، أي بنهاية العطلة التشريعية، ستشهد تأدية النواب البدلاء لليمين الدستورية كحجر أساس لتجاوز انغلاق سياسي طال أمده. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو، عضو مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية الأستاذ مؤيد العلي. أهلا بك سيد مؤيد ضيفا كريما، وكذلك الترحيب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد طالب نوروز الفيلي ينضمنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بك سيد طالب، وأبدأ معك سيد مؤيد، كيف تنظرون إلى الحديث عن تقارب شيعي كردي خصوصا ما بين الإطار الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ بشار ولضيفكم العزيز والأكاذ مشاهدي قناة الأيام الفضائية. إن كنا نتكلم عن توافق أو تقارب شيعي كردي وتحديدا الإطار التنسيقي الشيعي مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فهذا التوافق موجود منذ فترة طويلة، يعني دائما كانت المواقف السياسية للاتحاد الوطني الكردستاني هي مساندة لكل مواقف يعني القوى الشيعية منذ
يعني بداية تأسيس النظام الجديد بعد عام 2003 ولهذه الفترة، خصوصا بالأزمة الأخيرة بعد الانتخابات كان هناك تقرب، لكن يمكن أن يتبلور إلى إنتاج حكومة؟ أنا أعتقد ذلك، لأنه اليوم كل ظروف مؤاتية لهذا الشيء. اليوم بصراحة ما يسمى بالتحالف الثلاثي لم يعد موجودا، هناك تفكك واضح، انهيار. المطالب التي كان يطالب بها الاتحاد، عفوا التحالف الثلاثي الذي مكون من تحالف السيادة والكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني، لم يستطع أن يبلور يعني لا عملية سياسية ولا يعطي المبررات الحقيقية لا لإقناع الشارع العراقي ولا الرأي العام ولا كسب نواب في داخل مجلس النواب من أجل الموضوع بهذا المشروع. هذا المشروع كان يتركز على نقطتين أساسيتين، هو إخصاء بعض الكتل السياسية الشيعية خصوصا معظم قوى الإطار، وأيضا بعض الأحزاب الكردية المهمة كحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. فالعمل الاستراتيجي والثبات وهذه المواقف المبدئية والتلاحم بين الإطار التنسيقي من جهة وبين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أثمرت بشكل واضح على أن الجهات الأخرى لم تستطع أن تستمر بمشروعها. فبالتالي هاتين الجهتين يعني تمتلكان من نقاط القوة بمكان تستطيع أن تواجه كل التحديات، وبالتالي تنطلق لتشكيل حكومة. لذلك الانغلاق السياسي الحاد الذي مر بالعملية السياسية في تلك الفترة بدأ شيئا فشيئا يعني بمحاولة الحلول، وهذا التقارب وزيادة التقارب واللقاءات بين هاتين الجهتين يساهم بشكل آخر إعطاء يعني ضوء أخضر إلى كتل سياسية أخرى أن تنطوي، لأن كتل سياسية أخرى لا بعضها لا يريد أن يذهب للمعارضة ولا يريد لا يريد ويريد بشكل أو آخر أن يشارك في الحكومة العملية السياسية. فشل مشروعه، فبالتالي الآن أعتقد أمام صياغة عملية سياسية جديدة بمتبينات جديدة، قد يكون للإطار التنسيقي من جهة وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يعني ثقل كبير جدا، باعتبار أن الجهات السياسية الأخرى ومن ضمنها الأحزاب الكردية الأخرى لم تستطع لا المضي بمشروعها السياسي ولم تستطع إقناع الشارع بما كانت يعني تحاول من إخصاء بعض الكتل السياسية. لذلك على الكتل السياسية أن تعي شيء واحد، أن الجميع هو يجب أن يكون حاضرا في الميدان السياسي سواء كان في تشكيل الحكومة أو يتواجد يعني كمعارضة في قبة البرلمان، وأن تكون المعارضة هي معارضة تقويمية وليست يعني معارضة لهدم العملية السياسية ولاستغلال الثغرات من أجل تأليب الشارع العراقي ضد العملية السياسية. اليوم الشارع العراقي لا يحتمل يعني الخدمات غير متوفرة. ممكن تتأخر قضية المعارضة حتى الآن، القوى السياسية الموجودة الآن أغلبها تود الذهاب إلى المشاركة بهذه الحكومة. لكن دعني أنتقل إليك سيد طالب، أهلا بك مرة أخرى. هناك كان منذ البداية تقارب ما بين الاتحاد الوطني الكردستاني والإطار الشيعي، لكن ممكن أن يتبلور إلى تحالف. هل هناك اتفاق أو تفاهم على عقد لقاء أو اجتماع ما بين الطرفين؟ إذا تسمعني سيد طالب. العفو الصوت غير واضح، لكن ما يخص محور الحديث وما يخص تشكيل الحكومة، فأعتقد اليوم احنا أمام تحدي كبير وأمام مسؤولية كبيرة أيضا. يجب أن نكون مواطنين عراقيين قبل كل ما يكون انتماء لأي حزب. هذا تحدي، لأن الشعب بعد ولا الشارع يتحمل السجالات، وهسه الساحة موجودة، والإخوان بالإطار والإخوان اللي موجودين بالتحالف مع الأخوة الإطار والمستقلين، بعد ما انسحب الأخوة بالتيار الصدري، هذه راح تكون مسؤولية ومسؤولية كبيرة جدا على الأخوة في الإطار على تشكيل حكومة. ولكن احنا اليوم عندنا أمام عطلة تشريعية، نتمنى من الأخوة المعنيين بأنه يكونون يعملون على قدم وساق على تشكيل حكومة، حتى بالنتيجة يكون عندنا أمرين. الأمر الأول ما يخص الأخوة بالمفوضية يحسمون أمر البدلاء، ما يخص البرلمانيين حتى يكون قرار من الأخوة البرلمانيين حتى يصير تصويت عليهم، بالمقابل يصير القسم حتى نتجه إلى وجه الحكومة الجديدة ووجه العدد للمقاعد. بالنتيجة راح يكونون الكل مسؤولين امام العراقيين. يعني احنا اليوم امام تحدي كبير، لان اساسا احنا فات عندنا من شهر العاشر لحد اليوم ما تشكلت الحكومه، وللاسف ظلنا على سجالات. اليوم احنا امام تحدي كبير، وامام اخوتنا واهلنا في الشارع العراقي ملزمين بانه نحل كل المشاكل العالقه بين المركز وبين الاقليم وبين القوات القوى السياسيه كافه. طيب، بعد استقالة الكتلة الصدرية سيد طالب، المشهد السياسي البرلماني سباق تشكيل الحكومة اختلف كثيرا، لكن ما مدى تقاربكم مع الإطار الشيعي
ممكن أن تكون هناك تفاهمات على الدخول في تحالف مع الإطار الشيعي وتشكيل الحكومة، أم يجب التوافق مع القوى الأخرى وخصوصا الطرف الكردي الآخر الديمقراطي؟ حقيقة نحن يعني أمام تحدي كبير حقيقة. الأخوة بالتيار انسحابهم كان مفاجئ، كان توقعاتنا واحدة من السيناريوهات اللي موجودة الأخوة بالتيار يتحولون إلى معارضة، وهذه مفهوم جديد على الساحة والمشهد السياسي العراقي. لا. كنا نتأمل يكون هذا الدور، ولكن للأسف الأخوة كان قراره من قرار السيد سماحة السيد الصدر كان غير هذا، ولكن فاجئني بمسألة الانسحاب وخلى الشركاء اللي موجودين هسه بالنسبة لهم لازم يحسمون أمرهم. يعني هسه احنا أمام مشهد سياسي جديد ولازم تكون تحالفات جديدة، وبالنتيجة ماكو وقت حتى نقدر نخوض بمسألة السجالات. اليوم أمام تحدي كبير، احنا هناك مخالفين الدستور ومتأخرين جدا، وأمام موازنة. يعني للأسف احنا العراق اليوم أمام تحديات كثيرة، والمشهد الإقليمي والمشهد المشهد السياسي اللي موجود بالشرق الأوسط وإذا كان بدول الجوار ما يتحمل بعد تعقيدات. ما أزمة أوكرانيا مأثرة علينا، الصراع الإسرائيلي الإيراني الإماراتي السعودي وإلى آخره، هذا هم من أحد أسبابه وأحد تأثيراته على المشهد السياسي العراقي. ما أتمنى يكون وجه الثاني للأخوة في لبنان يكون المشهد السياسي في العراق. نتمنى من الأخوة السياسيين يكونون حكماء ويجلسون جلسة الحكماء للخروج من هذه الأزمة إن شاء الله. طيب سيد مؤيد، يعني الساعة مصفرت، الأعداد مصفر، صح؟ الكتلة الصدرية استقالت وبدأت يمكن صفحة جديدة بهذه الأزمة، لكنها لم تنتهي. 8 أشهر مرت على الانتخابات والعداد ما زال مستمر حتى الآن. ليش حتى الآن ماكو أي لقاءات، حوارات، اجتماعات، ماكو تفاهمات جادة؟ مجرد اتفاقات على عقد اجتماعات ولقاءات، لكن لقاءات لم تحدث حتى الآن رغم وجود عطلة تشريعية، لكن العمل السياسي يبقى مستمر. سيدي الكريم، طبعا فيما يخص يعني على ذكر التحالفات الجديدة السياسية، إن لم تستقل الكتلة الصدرية أيضا كنا سوف نشهد تحالفات سياسية جديدة، لأن التحالفات التي شكلت قبل 8 أشهر بعد الانتخابات المبكرة هي لم تنجح في إنضاج يعني لا تشكيل حكومة، وفشل مجلس نواب مرتين، وهذه الكتلة السياسية في انتخاب رئيس الجمهورية تحقيق النصاب لم يستطيع تحقيق. فبالتالي كنا أمام يعني مفترق طرق أن تكون هناك تحالفات جديدة. الاستقالة طبعا من حق أي كتلة سياسية أن تذهب للمعارضة، تستقيل، تستمر بالعمل السياسي، هذا شيء داخلها وفق رؤيتها ومشروعها للعملية السياسية في العراق. أعتقد أنه اليوم انسحاب الكتلة الصدرية أيضا بهذا الشكل المفاجئ قد يعرقل، يعني قد يكون يعني صادرا لبعض الكتل السياسية، لكن بعض الكتل السياسية لكن اسمح لنا أنه نأخذ ربما 8 أشهر أخرى. لا، ليس من المعقول. أنا أعتقد أنه اليوم يعني من 20/6 إلى يوم 10/7 تقريبا 20 أو 21 يوم يجب أن تحسم هذا الملف بشكل حقيقي وبشكل واضح جدا. الشعب العراقي لن ينتظر طويلا. اليوم هناك محاولات، نلاحظ وسائل إعلام بريطانية، وسائل إعلام خليجية، وسائل إعلام لدول معادة العراق تحاول تأجيج الشارع، تحاول إحداث الفوضى. ما يحدث اليوم يعني تفضل زيف، ما يحدث اليوم العراق ليس يعني هو جزء من ما يحدث في الإقليم في العالم. فبالتالي كل ما يحدث في العالم وفي دول الجوار يؤثر سلبا أو إيجابا على العراق. العراق يجب أن تكون هناك حكومة منتخبة، يجب أن البرلمان أن يأخذ دوره في مراقبة الأداء الحكومة وتشريع القوانين التي تخدم أبناء الشعب العراقي. ليس من المعقول وليس من الحكم وليس من المنطق أن نستمر بعد يعني فترة طويلة. إن كتلة صدرية انحسمت أمرها باتجاه الاستقالة، فعلى مفوضية الانتخابات أن تقدم البدلاء، وأن كتلة سياسية تشرع. أعتقد أن هناك نقطة قوة أيضا لبعض الكتل السياسية، مقاعدها زادت بشكل كبير، سواء كان الكتل المنطوية في الإطار التنسيقي، الاتحاد الوطني، الكتل السياسية الأخرى، الحكمة وما يسمى قوى الدولة وغيرها. كل هذه الأمور عليها أن تتهيئ للمرحلة المقبلة، ولا تأخذ يعني وقتا طويلا في المفاوضات، لأن الوضع لا يسمع. لو يعني نربط الموضوع حيث ذات تصريحات بومبيو الأخيرة، هي كانت مفاجئة وفي وقت حساس جدا فيما يتعلق بحادث اغتيال الشهيدين السعيدين في مطار مغداد، وكشف أن هناك عملاء من الأجهزة الأمنية العراقية في المطار. هذا الأمر أهم من تصريحات بومبيو، لكن السؤال الأهم، ليش بهذا التوقيت الحساس من المرحلة السياسية الحساسة اللي يمر فيها العراق جاءت هذه التصريحات؟ أعتقد أولا يجب أن نثبت نقطة مهمة. أمريكا اليوم في تراجع كبير جدا،
فبالتالي بومبيو الوزير الخارجية السابق والذي اليوم ليست له دور في العملية السياسية يعني في 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 البيت الأبيض أو خارج القرار السياسي، يحاولون الساسة الأمريكيين في تلك الفترة أن يتغنوا بأمجادهم يعتقدونها وأفعال كانت كبيرة لهم، لذلك طرح كل ما يمتلك من معلومات عن هذا الموضوع. نقطة أخرى تبين بشكل واضح أن أمريكا ليست لها صديق وليست لها حليف استراتيجي، هي بهذه التصريحات تخلت عن كل عملائها والخونة الذين يعملون معها سواء كانوا في داخل العراق أو في خارج العراق. هذه النقطة مهمة جدا، ولا يخلو الأمر من محاولة إحداث فوضى. لو لاحظ اليوم يعني لو نتابع أي شخص يتابع المواقع البريطانية تحاول تأجيج الشارع بشكل أو آخر سواء يتعلق بالخدمات بفرص العمل، حتى للأسف قنوات عراقية صفراء تقول إن تشرين قادمة وإن تشرين الأخرى قادمة. كل هذه الأمور لو نجمعها في سلة واحدة إن هناك مشروع فوضى جديد يراد له أن يطبق في العراق، لذلك على الكتلة السياسية أن تستغل الفرصة. وأعتقد إن الإطار التنسيقي يتحمل مسؤولية كبيرة جدا، الثبات الذي حققه الإطار التنسيقي في تلك الفترة بوجه كل المخططات مع حلفائه سواء كان الاتحاد الوطني الكردستاني أو غيره، يجب أن يستمر هذا الثبات وأن تتسارع خطوات لإنجاز كل ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وأيضا أن تكون هناك تحالفات جديدة تختلف عن السابق، أن لا نبقى في عقدة التحالفات السابقة وعقدة التوافقية، يجب أن تكون هناك توافقية وعملية سياسية تختلف بشكل كبير عن ما كان يدار في السنوات السابقة، لأنها لم تجلب شيئا لا للعراق ولا لأبناء العراق، بل حتى أثرت بشكل سلبي حتى على نفس الكتل السياسية المشتركة في العملية السياسية. هذا يبدو أنه ستكون هناك فعلا تحالفات جديدة. أعود لك سيد طالب، بالمقابل الديمقراطي الكردستاني، هل من تفاهم ما بين الاتحاد الوطني مع الديمقراطي الكردستاني خصوصا حول منصب الرئاسة؟ حقيقة الزيارة الأخيرة للسيد نجرباني للسليمانية وتدريب كل الأمور العالقة، وبالنتيجة صار الزيارات مقابلة من السيد بافل طلباني والوفد المرافق للسليمانية. من أهم النقاط اللي اهتموا عليها هي تشكيل لجان لحل كل المشاكل العالقة بالإقليم خاصة بين الحزبين بين الأخوة الأحزاب الأخرى، إضافة إلى الأمور العالقة بين المركز والإقليم. اليوم إحنا أمام تحدي، بالنتيجة الحزبين والأخوة بالاتحاد وبالديمقراطي أخذوا على عاتقهم أمور بأنه يحسمون هذا الملف، وبالنتيجة واحدة من التوصيات اللي صارت توصيات بأنه إيقاف كل الإعلام المتشنج أمام الآخرين، وبالنتيجة واحدة من الحلول اللي راح تقدم هي الاتفاق على شخص رئيس الجمهورية إن شاء الله بالوقت القريب، وبالنتيجة الأخوة بالديمقراطي هم يهمهم بأنه يكون تشكل الحكومة لأنه إحنا كنا في مركب واحد. أما ما يخص تحالف الاتحاد الوطني ويا الأخوة البارتي تقريبا وجه جديد إن شاء الله راح يكون، واتفاقات ولقاءات مستمرة بين الأخوة بالديمقراطية وبالاتحاد الوطني، إضافة إلى أكو اتفاقات وتوصيات ولقاءات مع الأخوة بالإطار، وإن شاء الله نتمنى بأن يكون وجه جديد لشراكة جديدة لاتفاقات جديدة. تقاربكم مع الإطار الشيعي ما راح يأثر على توافقاتكم وتفاهماتكم مع الديمقراطي الكردستاني؟ العفو ما سمعت، تقاربكم أو تفاهمكم مع الإطار الشيعي ما راح يأثر على العلاقة والتفاهمات مع الديمقراطي الكردستاني؟ لا لا، بالنتيجة أولا احنا احترمنا اختيار الأخوة بالديمقراطي من شكله ويا الأخوة التيار ويا السيد الحلبوسي، بالنتيجة هم من احترموا اختيار الاتحاد الوطني، وتعرف جنابك احنا عندنا عمق استراتيجي ويا الأخوة بالإطار وعلاقاتنا من مستمرة مو من هاليوم من أيام المعارض. بالنتيجة لكل حزب ولكل سياسة إلى وجهة نظر، السياسة ما بيها لا صديق دائم ولا عدو دائم. إحنا هاليوم أمام تحدي، اليوم التحدي هذا يخلينا على سكة واحدة، يجب أن نخرج من هذه الأزمة بنتائج حتى نرضي شعبنا، لأن يعني الشعب بعد بيتحمل. وأما ما يخص أكو أبواق للأسف يعني أبواق غير وطنية تخلق أزمات وتبث الدعايات ما يخص بأنه هو الشارع راح ينزل الشارع وتصير أزمات وراح نطلع مظاهرات وراح نطلع احنا بسوي نطالب بانتخابات جديدة، حقيقة هذا مو فد شيء لا عملي ولا ماني ولا يخدم الوضع. احنا نتمنى من الأخوة مثل ما احنا كنا مترقبين ومعطين فرصة للأخوة بالتيار والتحالف الثلاثي بتشكيل الحكومة، ولكن الأخوان أخفوا في هذه، وهذه مسألة طبيعية لأنه هذه تشكيل الحكومات تكون بالتوافقات يعني تشكيل الحكومة العراقية متسع على هذا المبدأ. فنتمنى بأنه تكون الفرصة للأخوة بالإطار والأخوة المتحالفين مع الأخوة الإطار لازم تكون فرصة حقيقية مو فرصة انتقامية. احنا اليوم أمام تحدي،
اليوم احنا اليوم ما قدرنا نحقق تشكيل حكومه، نخلي فرصه للاخرين حتى يشكلون حكومه وخلي يكون مراقبين. بالنتيجه خلي تكون ثقافه جديده عندنا، هاي الثقافه بانه نكون رقاب لاداء الحكومه الجديده، حتى بالنتيجه الكل تدعي وتدعي بانه هي يهم الاول والاخير هو مصلحه المواطن العراقي. طيب سؤال اخر لك سيد مؤيد، كنت تتحدث عن شكل مختلف للحكومات، لكن ما هو شكل التحالفات المرتقبه؟ اعتقد ان التحالفات يعني قد تضم في طياتها كتل سياسيه شيعيه، كتل سياسيه سنيه، كتل سياسيه كرديه. اذا تفهم يعني ما راح يكون مع الاتحاد فقط والاطار الشيعي، ربما تكون هناك متفاوضات وبعض الكتل السياسيه الاخرى لا تريد ان تتحالف. يقينا سوف تكون هناك تحالفات، خصوصا ان الكتل هذه الكتل فشلت في مشروعها السابق، فبالتالي هي اليوم تبحث عن 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 مشروع جديد، عن تحالفات جديدة. مجرد أنه كانوا كل العناد السياسي الذي كانت تتمتع به هذا التحالف الثلاثي هو خسرنا 8 أشهر، والشعب العراقي ما زال يعني يعاني من نفس النقص في الخدمات والمشاكل الأساسية في على كافة المستويات. أعتقد أن هذه التحالفات التي تبنى يجب أن تحافظ على شيء أساسي كنا نطالب الإطار التنسيقي به، والحفاظ على ما يسمى أو وهو حق دستوري وشعبي وتاريخي، أنه محافظة على استحقاق الكتلة الأكبر والمكون الأكبر في تشكيل الحكومة. وبالتالي أيضا يجب أن إعطاء للجماهير هذه الكتلة الأكبر استحقاقاتها، لأنها أعطت الدماء وأعطت التضحيات من أجل الحفاظ على كل مكونات الشعب العراقي والحفاظ على وحدة الشعب العراقي، وتصدت الاحتلال الأمريكي وتنظيمات القاعدة وتنظيمات داعش. فبالتالي على أي حكومة وأي تحالفات، هذه التحالفات يجب أن تكون وفق رؤية تختلف عن السابق، هي تقديم الخدمات إلى الشعب العراقي، أن لا يكون هناك تقديم خدمات لمناطق على حسابات مناطق أخرى كما كان يريدها البعض لمناطق المناطق المحررة وليس مناطق المحررين. أيضا يجب أن يكون هناك إعطاء توزيع ثروات بالتساوي، خصوصا المناطق والمحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وغيرها، وهذه المحافظات المهمة يجب أن يكون فيها استقرار. اليوم الناصرية توجد فيها تظاهرات هنا وهناك، يعني قد يكون بعضها محق، قد يكون بعضها يعني مسيس أو مدفوع، لكن يجب توفير خدمات واحتواء، لأنه كل الأحوال هؤلاء الشباب هم أبناء الشعب العراقي. سنتناول هذا الموضوع بالملف الآخر من الحصاد. الشكر الجزيل لك عضو مركز الهدف للدراسات السيد العلي، كنت ضيفا كريما. والشكر الجزيل لكم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد طالب نوروز، كنت ضيفا كريما عبر سكايب. شكرا لك السيد طالب. إذا المشاهدين ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. الأزمة الكبيرة للوقود تكشف سوء أداء حكومة تصريف الأعمال، والمواطنون يطالبون بالإسراع إلى حل الأزمة. إذن مشاهدين، أزمة وقود باتت هذه المرة أصعب من سابقاتها بعد أن شملت محافظات عدة من البلاد وسط معاناة تؤكدها طوابير العجلات عند محطات الوقود. لتكشف تلك الأزمة مدى فشل حكومة تصريف الأعمال بإدارة ملف الأزمات، المزيد من المعلومات والتفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. خطوات ممنهجة ومدروسة تعمل على تفاقم أزمة انحسار الوقود في المحطات لتأجيج الشارع في ظل قلقلة المشهد السياسي. بهذه الكلمات عبر المواطنون المتضررون بظاهرة نقص كميات الوقود بعدما انتقلت عدوى الأزمة من الأقليم إلى المحافظات الجنوبية في البصرة وذقار، فتحول مشهد المركبات إلى طوابير طويلة لساعات عديدة. فعلى واجهة التقصير من قبل وزارة النفط ترسم ملامح سوء الإدارة بتوزيع الوقود إلى المحطات، وهناك من تكلم بمعلومات تشير إلى وجود أوكار لتهريب المنتجات النفطية إلى محافظات الإقليم ومن ثم إلى خارج حدود البلد، وهذا ما جعل الوزارة تنتهج خطط التقليص لكميات الوقود، إذ يعدها مراقبون بالأعذار الواهية لوجود أساليب أكثر نظاما من إلحاق الضرر بالمواطن في ضبط تهريب منتجاتها.
وعلى سبيل السخرية يقترح مواطنون بابتكار مركبات ذات الشحن الكهربائي، لكنه يستدرك أيضا غياب الطاقة الكهربائية منذ سنوات عدة، والأزمة حاضرة دون معالجات. والتساؤل يحضر هنا: من المستفيد من إقحام البلاد بهذه الأزمات، وما الدوافع من ورائها، والبلد يطفو على أبحر النفط الوفيرة؟ نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الثاني من الحصاد. نرحب سوية بضيفنا الكريم في الاستوديو، الخبير في مجال الطاقة الدكتور صلاح الموسوي. أهلا بك دكتور، ضيفك كريما. وترحيب كذلك بالخبير الاقتصادي السيد رشيد السعدي، انضمنا بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم سيد رشيد. أبدأ معكم دكتور، برأيك شنو هي أسباب الأزمة، أزمة الوقود حاليا؟ هل هي فعلا مفتعلة أم هناك خلل فعلا بتوفير الطاقة أو الوقود للشعب العراقي؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأرحب بالأستاذ الكبير الاقتصادي رشيد السعدي الله يحفظه. جوابا على هذا السؤال المهم، نعم، حقيقة أكو أسباب كثيرة رئيسية وأساسية سببت هذه الأزمة، أزمة الوقود. يعني أنا تصميم المصافي والوقود هذا من اختصاصي من 46 سنة، فأعرف. أول الأشياء، إحنا في كل مشاكل العراق يجي موضوع السرقات والفساد المالي. الآن أسعار الوقود حول العالم صعدت هواية، وهذا يشجع تهريب النفط من العراق اللي سعره كلش قليل. طبعا سياسة حكومية أنا أعتبرها غير حكيمة، دا يستوردون النفط البنزين مثلا ب1200 دينار عراقي، والحكومة تبيعه ب400 دولار. هذا طبعا من الناحية الاقتصادية والسياسية خطر، هذا خطأ كبير ما يجوز. النفط ده يتهرب عن طريق شركات، عن طرق متعددة، ده يتهرب خارج العراق من الوسط ومن الجنوب ومن الشمال. أما الشمال هو طبعا مأساة المآسي، التهريب من عندهم على نطاق واسع. ده ينسرق من البايبات. أنا كذا مرة قلت لهم وزارة النفط، أنا كاستشاري أحد كبار الخبراء، مستعد أصمم لكم وحدات بحيث إذا ينباق لتر من أي أنبوب خلال نص ساعة تعرفون أنه دا ينباق وأي مكان دا ينباق من عنده، ما يتحركوا. المصفى بيجي، هذا كان طاقة الإنتاجية، شوف يقول وين دوروح الوقود مالتنا. مصفى بيجي طاقة الإنتاجية 310,000 برميل باليوم. جهات في إقليم كردستان، أربيلستان على وجه الخصوص، نعم، أثناء مجيء داعش سرقوا المعدات ما يعادل 170,000 برميل اليوم. فأصبح مصفى بيجي نزلت طاقة الإنتاجية من 310,000 إلى 140,000. والناس يقولون أين هو الوقود؟ أنت لما عندك مصفى ينزل من عنده، تدري 170,000 برميل يعني إيش قد؟ يعني 10 مليون لتر ضاعت من طاقة مصفى بيجي بسبب شو اسمه أجهزة موجودة في أربيلستان. أنا إحدى القنوات سووا لقاء وياي مع أحد النواب الكرام، نائب رائع، قال لي دكتور هاي جماعة اشتروها من إجا داعش وضميها عندهم للعراق، وهسه يريدون يرجعون إياها ب 300 مليون دولار، ننطيهم ال 300 مليون دولار وناخذها. إذا جهة بايقتها، بايقة مصفى بيجي نصه، نعم، أو أكثر من نصه. الأحزاب ساكتة، البرلمان ساكت، النزاهة ساكتة، بل هذه الجهة اللي هي طبعا أربيلستان هي اللي ماخذته لحد الآن نايم عندهم، والناس يقولون أين هو الشسم، أين هو الوقود. طيب لكن أيضا إقليم كردستان يعاني من أزمة وقود، إدهوك أغلب محطات، إيه أنا أقول لك أزمة محطات الوقود فارغة، والباقية إيه كل وحدة تبيع بسعر وصل إلى لتر إلى 2000 دينار. نعم، إقليمستان أربيلستان أصبح مركز لتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية، لذلك النفط عندهم غالي. النفط ده يجيبوه من الوسط والجنوب. طبعا توزيع المنتجات النفطية تاريخها أسود، تاريخها أسود، فبسهولة يسرب المنتج النفطي إلى كردستان.
مسؤولين السياسيين في اقليم كردستان يهربوا الى سوريا الى تركيا والى ايران بمبلغ عالي، ويتركون ابناء اقليم كردستان يعاني من السعر العالي اكثر، على الاقل لابن الجنوب والوسط قسم غير قليل من المنتج ده ينباع بسعر جيد. فهذه لا تدلل على انه هنالك وضع ايجابي وده يعاني المواطن. تهريب في اقليم كردستان بشكل لا يصدق، طبعا ده يروح الى ايران، والحكومه يجب ان تعتب على حكومه ايران. روح هسه تروح بطياره تشوف سيارات من يم اربيل وسليمانيه على الحدود الى بندر عباس، نفط خام العراق ما يستورد من الجمهوريه الاسلاميه البنزين والغاز وغيره. احسنت هاي طبعا العراق ده يستورد من الجمهوريه البنزين بسعر حوالي 1200 دينار للتر الواحد، ويبيع على اقليم كردستان ب 400، واقليم كردستان ياخذه يروح يبيعه الى ايران، شوف بيش ب 600 ب 800 ومسوي ربح، وبعدين يرجع لنا من ايران ب 1200. قمه في الماساه. فمصفى بيجي اللي يريد منتجات نفطيه قال لي روح على مسعود برزاني يقول له رجع لنا المنتجات، رجع لنا الاجهزه مال مصفى بيجي حتى ترجع طاقته. 170 الف برميل، تدري ايش قد هذه معناته باليوم؟ نعم 10 مليون لتر من المنتجات النفطيه العراق خسر بسبب اجهزه مسروقه موجوده في اربيل. نرجع الملف النفطي في لا قليل. عفوا اكو طبعا اذا اقول لك السبب النقص شنو تتعجب. نرجع له بس نرحب بك مره اخرى سيد رشيد. يعني تعتقد ان هاي الازمه الحاليه اللي يشهدها اغلب محافظات العراق تعتقد راح تطول كثيرا وفق المعطيات التي ذكرت؟ الحقيقه اكو عوامل متعدده، اكو عوامل موضوعيه يعني، واكو عوامل اخرى بها تقصير وفساد. العوامل الموضوعيه هو اشتداد الحراره، وبالتأكيد زيادة درجات الحرارة حيأثر على سرعة التبخر أولاً، واثنين زيادة الاستخدام للماكنة، بمعنى السيارة حتشغل تبريد والتبريد حيستهلك وقود أكثر، عكس مثل فصل الشتاء اللي ما يحتاج إلى تشغيل تبريد وبالتالي ما يحتاج إلى زيادة. لكن الصيف الماضي واللي قبله ما كانت نشهد هذه الأزمة. إذا تسمح لي أستاذ بشار. نعم مثل ما تفضلت، كذلك زيادة أعداد السيارات. زيادة أعداد السيارات يعني في بغداد بحدود 3 ملايين سيارة، وهذا عدد هائل كبير جدا يعني حقيقة، يؤثر تأثير كبير جدا. قد لا يخلو بيت من البيوت من سيارة أو سيارتين، وقد يكون أكثر حسب عدد أفراد العائلة. إضافة إلى هذا يعني الازدحامات والطرق الوعرة. اليوم المواطن لما يريد يوصل من داره الى مقر عمله يستغرق وقت كبير جدا، قد يستغرق نص ساعه وثلاث اربع ساعه وبعض الاحيان ساعه واكثر. هذا كله اشتغال للمحرك وبالتالي استهلاك، زياده الاستهلاك، هذا كله ياثر. اثنين اكو عامل اخر ايضا هو عامل التهريب مثل ما تفضل الاخ العزيز الدكتور الضيف الكريم. ايضا عمليات التهريب، سعر البنزين في مناطق أربيل وسليمانية ودهوك أغلى جدا، يعني من 690 إلى 850 وإلى 1200 1300 يوصل. فالآن الضغط صار على أربيل على كركوك وعلى الموصل، بحيث أنه أصحاب يعني سكنة المناطق الشمالية يجي إلى الموصل أو يجي إلى كركوك يزود بالوقود ويرجع. هذا كله عامل مهم جدا، وإضافة إلى عملية التهريب الأتراك وما أتراك من يجون إلى هنا سيارات ومشي فيفول الغاز ويرجع، عامل مهم جدا يعني. نعم طيب، الأسباب الفنية التي ذكرتها يمكن سيد رشيد، وكذلك أسباب التهريب والفساد وغيرها، هي أسباب موجودة طيلة السنوات الماضية. أكو شيء استجد ربما بالوضع السياسي أو الاقتصاد السياسي أثر بخلق هذه الأزمة؟ وبعض آراء السياسيين أن هذه الأزمة هي مفتعلة، فعلا قد تكون مفتعلة لأغراض سياسية؟ يعني احنا خلينا نغادر هذا مفتعلة ما مفتعلة، احنا عندنا بيانات. اليوم يجب ان نكون يعني ناس علميين، عندنا طرق احصائيه ونحصي مثل عدد السيارات، استهلاك كل سياره ايش قد يحتاج الفرد، وبالتالي يجب ان نوفر. الدوله اكو عندها قصور جدا، نغادر احنا مساله المؤامره ونرجع الى قصور الدوله. مثل ما تفضل الاستاذ، مصفى بيجي لما يصفي لك هذه الكميه الهائله من الاحتياج من الوقود البنزين وغيره، ها، والنفط
وينها راحت؟ الدولة ما أنشئت البديل. الآن معمل يعني مصفى كربلاء وماصفى كربلاء يحتاج إلى أمور هواية حتى يستكمل وضعه وينتج، ونأمل أن يكون يغطي جزء من الحاجة المحلية. على الدولة أن تنشئ مصافي تعوض عن النقص، زيادة عدد الأفراد، زيادة عدد المركبات، زيادة نمط الاستهلاك. اليوم نمط الاستهلاك المواطن قبل قاعد كله بساتين ومناطق ريفية، اليوم كل بيت إذا ما مشترك بخط مولدة ويستهلك كميات من الغاز حاطة مولدة صغيرة، المولدة الصغيرة تستهلك بنزين تستهلك غاز، فنمط الاستهلاك أيضا يتغير مما أثر على زيادة الكميات، وهذا حقيقة سبب خسارة العراق كبيرة جدا. وللأسف العراق ده ينزف بسبب سوء الإدارة المالية للدولة. يعني مصافي نحتاج، معامل نحتاج، مزارع نحتاج، كل شيء اللي يحتاجه المواطن احنا ما عدنا نجيبه من الخارج. الان يجب انشاء مصافي، احنا يصير نصدر نفط. وخل اجيك يعني ما يثير الشجن بالقلب، احنا نريد ننشئ انبوب نفط من البصرة، ياخذ نفط البصرة الى العقبة، ننشئ خط انبوب يكلفنا 28-29 مليار، وننشئ مصفى هناك ونزودهم بالنفط الخام وبسعر مخفض ونستورد من المشتقات. أي عقل بشري يقبلها؟ طيب. سذاجة. أي طيب. إنسان يقبلها من السذاجة أن يقبل هذا؟ عتبنا على الحكومة وعتبنا على السادة أعضاء مجلس النواب. أنتوا يعني شنو دوركم أخي عضو مجلس النواب؟ أنت يجب أن تفعل مع الحاجات. ترى يعني سيد رشيد أن هذه الأزمات لا سيما المتعلقة بالوقود خصوصا، وهناك أزمة بالكهرباء متوقعة بالأيام القادمة مع ارتفاع درجات كل أزمات حتى أزمة هذه تبين يعني تؤشر تقصير بأداء حكومة تصريف الأعمال؟ بالتأكيد تقصير كبير جدا، وحقيقة هدر لأموال الدولة. نعم هدر كبير جدا. شنو هالإلحاح هذا على خط أنبوب النفط؟ أنا حقيقة أدعو إخواني أبناء الوسط والجنوب إلى الوقفة الجادة لمنع هذا الأنبوب. يعني يجب أن يمنع هذا الأنبوب من إقامته كمواطن. وينكم أنتم أبناء الوسط والجنوب؟ ليش تنسف طاقاتكم كلها؟ ليش من الوسط والجنوب؟ هذه مدننا كلها معرومة. وأنادي يعني وأطالب كل الكتل السياسية، إخواني انتبهوا إلى وضعكم، إلى وضع يعني الإفقار المتعمد للوسط والجنوب. شنو الطرق اللي عندكم؟ شنو الخدمات؟ شوف هسه الآن التظاهرات بالناصرية، أزمة وقود، أزمة عمالة، يعني عطالة، عاطلين عن العمل. أخي أفعل مشاريع الدولة الإنتاجية، الدولة كل الوزارات عندها مشاريع إنتاجية أفعلها. مصافي النفط أعود لك إلى هذه النقطة يمكن، والحراك الشعبي اللي ممكن أن يتطور بشكل كبير بتظاهرات. يعني سيد بشار تسمح لنا سيد رشيد قد نتجاوز بعض الخطوط لكنه حرقة القلب كلام صراحة سيد رشيد، لكن دعني أعود لك إلى هذه النقطة بعد أن أنتقل إلى دكتور صلاح. معادلة يمكن غير معقولة أو غير مقبولة أنه بلد نفطي بلد مصدر للنفط باحتياطي كبير وكذلك تصدير كبير أن يعاني أزمة وقود أو أزمة البنزين، ممكن أن نصبح كما فنزويلا أربعة أيام فنزويلا وهو بلد نفطي أربعة أيام السيارات تلزم سرعة البنزين خانة؟ نعم. إحنا مو بعيدين عن فنزويلا، وأنا من زمان من أكثر من 10 سنين سويت دراسة مقارنة بيننا وبين السعودية بغض النظر عن نظرتنا إلى النظام السعودي. النظام السعودي نفوسهم نصف نفوس العراق. الطاقة التكريرية في المملكة العربية السعودية وصلت إلى 5 مليون برميل باليوم، إحنا طاقتنا لمال التصفية 800,000 برميل باليوم، يعني أقل من المليون. يعني السعودية تكرر 6 مرات بقد ما إحنا نكرر. الكويت اللي نفوسهم 1,000,000 واحد إلى 20 من نفوس العراق، الكويت الآن بحدود 3 مليون برميل تكرير. دعيت إلى أنه نزيد الطاقة التكريرية ونحسن نوعية المصافي، هذا هم عن ضمن الاختصاص مالتي. إحنا النفط مالتنا مو خش نفط الخام، 55% من الدخلة بالديستليشن كولوم. أنا طبعاً عندي براءة اختراع بأفضل ديستليشن كولوم بالكرة الأرضية. الدخلة 55 برميل يطلع لك نفط أسود و45 منتجات نفطية. هذا ممكن نجيب وحدات تحسن هيدروكراكين. إذن أفهم من كلامك دكتور أنه الحلول موجودة، يعني أنتم خبراء كثيرة. خبراء نفطيين وخبراء اقتصاد يعني موجودين بكثرة بالعراق. نعم. يعني هذا ما يؤشر أن هناك أزمة إدارة. أزمة إدارة وأنا أتحداها. أنا أختلف مع الأخ العزيز يقول ماكو نظرية المؤامرة. الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم يقول يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر هو ليس شو اسمه، أكو مكر سيء
واكو مقر جيد اللي هي يسموها لا يسموها مؤامرة. اكو مؤامرة للعراق انه يتخلف انه ما يوصل. اجيب لك هسه العراق ده يصدر مادة اسمها المكثفات. نعم. احنا بالانجليزي نسميها كوندنسيت. هاي ارقى انواع الوقود اللي ممكن نستخدمها في توليد الطاقة الكهربائية. احنا نروح نستورد كهرباء منك. حق الخورمور حق الحكومة مسويته عام 1976 بزمن النظام السابق. نعم. في كل المعاهدات مع اقليم كردستان هذا الحق بالمئة للحكومة المركزية. مسيطر عليه اقليم كردستان ما ينطي لتر واحد من عنده. وذاك اليوم راح على 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 بريطانيا قال راح ندز لكم هذا الغاز وندز لكم غاز اضافي حتى نحارب بوتين لان بوتين محتل اوكرانيا. عندنا احنا اقول لك عندنا هذا الكوندنسيت ارقى انواع الوقود. انا اجيب له وحده يسموه ايزومرايزيشن ادخله على هذا الكوندنسيت ترى هو عباره عن بنزين احنا نسميه لو اوكتين نمبر بنزين غازولين عفوا. اجيب وحده اطوره احوله الى 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 هاي اوكتين نمبر اقدر بكل سهوله وبكل رخص وبكل سرعه. اذا عدد لك النقاط اللي ممكن نسويها كلها موجوده. بس انت خالك وزير ما وزير نفط تطلع الاخت زهرة البشاري وتطلع الاخت عالية نصيف زهرة البشاري تقول عليه 68 قضية فساد بالنزاهة والاحزاب كلها تتفرج عليه البرلمان يتفرج عليه رئيس الوزراء يتفرج عليه وما حد يقول العراق مأساة. ذاك اليوم وزير النفط على سقاطة يطلع يقول سعر الانبوب اللي حكى عنه الاستاذ العزيز يقول وصل 28 مليار جسمه نزلت انا الى 8 مليار زعل رئيس الوزراء. شوف شو رئيس الوزراء عنده زعل وثلاث ايام ما يحكي وياي قال لي ليش تاجله الى جسمه انت فشلتني ويا الحكومه الاردنيه رئيس الوزراء يتبو ها يتبو من اموال الخاصه هذا مال بلد اذا زوله مأساة بكل المفردات. وفقا لكل هذه المعطيات سيد رشيد نتوقع أن تكون هناك أزمات أشد بالأيام القادمة مع دخول الأزمة السياسية إلى طريق ضيق جدا بالأيام القادمة. وبالمقابل نتوقع عودة الحراك الشعبي خروج المواطن إلى الشارع مجددا بعد هذا الإخفاق في أداء الحكومة. سيد بشار طبعا أجاوبك أولا وعندي تعقيب على كلام الدكتور اللي تفضل به يعني حقيقة. نعم ستمر أزمات أكثر شدة لعدم التوافق السياسي. كل كتلة سياسية عندها رؤية معينة ومتتنازل في سبيل التقارب مع أحد الكتل. هذا جانب حجيب لك فد مثال آخر أيضا بس أرد تعقيب على كلام الدكتور. فضل. نعم دكتور نظرية المؤامرة موجودة بس أني كإنسان علمي وجنابك إنسان علمي قلت إحنا نبتعد عن هذه. أكو عندنا حسابات وقياسات علمية مثل جنابك الدكتور ضمن الاختصاص خلينا نجي نقعد يجي رئيس وزراء ويجون اصحاب الاختصاص ويقعدون تعالوا يا اخواني اصحاب الاختصاص شنو حل مشكلتنا مال النفط والوقود والغاز والبنزين. اكو ناس اصحاب اختصاص مثل جنابك يجي يقعد ويحلها ما لي علاقه انا هذا هم كلهم فساد يا اللي مفاسد. اليوم هيئه النزاهه هذا مستدعي عدد كبير جدا من الوزراء السابقين واللاحقين والمدراء العامين والوكلاء يوميا النزاهة تطلع لنا بقائمة من الفساد من كبار المسؤولين. أحسنت. الفساد مستشري بالنتيجة دكتور عذرا سيد رشيد بالنتيجة ممكن كل هذه المعطيات تدفع إلى نزول الشارع مرة أخرى. نعم تطلع الشارع في أي لحظة والشرارة الآن بالناصرية تشوفها قد تتبعها واسط قد تتبعها وهذا حقيقة في شيء مؤلم. يعني أنا كمواطن ما أتمنى هذا الشيء البلدي والعالم يتفرج عليه. أتمنى أن تكون حكومة رشيدة وتنظر إلى الوطن. أخي رئيس الوزراء الله يخليك ناجدك إحنا خطوات جديدة تخطوها كلها خطوات خاطئة. هذا أنبوب النفط إلى الأرض وإلى العقبة نترجاك أنت كمواطن ترك أخي وقعد حساب عرب. أنت من تسوي أنبوب نفط ب 28 مليار ووزير النفط يقول سويت 8 وزعلت التعالية وين هذا الهدر 20 مليار أولا واثنين هل من المنطق أن أسوي أنبوب وأسوي محطة تصفية وأعطيهم غاز وأعطيهم بترول يعني خام نفط خام بسعر مخفض وأصب فيه ورد استورد هل من العقل هذا صحيح. هل من العلمية هل من إدارة الدولة الله يخليك أنا أناشد كل المسؤولين كمواطن قلبي محترق على هذا أي مواطن يقبلها وهكذا بقية المشاريع. أخي سوى مصافي الكهرباء من 2006 نوه عنها المرحوم الشلبي
وقال قالوا الكهرباء احد رؤساء الوزراء قاعد واحد مسؤول الامريكان وقال عندي مشكلتين تحديات الامن والكهرباء. قال التهي بالامن وعوف مساله الكهرباء معناه كهرباء مؤامره. لا نظريه مؤامره بس انا اقول يعني جنابك والاخرين دكتور ناس علميه خلينا نشتغل بالعلم احنا هذول ان شاء الله ما ياثرون بعد لانه يعني شكرا لك سيد رشيد. دعنا نطلع سويا اتمنى المجتمع ان يفهم مشاهدينا اذا تسمح لنا سيد رشيد على نتائج 10 ثواني تعقيب اذا امكن باختصار اذا تسمح. باختصار شديد حكايه حلوه وكل حكاياته حلوه هو قال الله. ليش ما يستشيرك رئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء وصلوا له انا عندي امر تعيين واجب التنفيذ كوكيل وزاره النفط لشؤون الاستخراج من 2014 بس يحتاج ياخذوه من الامانه العامه الى مجلس الوزراء بعشر دقائق يصوتون عليه اداوم. هاي 8 سنين ما تطبق. الاخ غالب الشاه بندر جزا الله خيرا هذا الرجل الكبير راح على مصطفى الكاظمي اول ما تعين قال له هذا الدكتور عنده امر والدكتور من ارقى الخبراء بالعالم رجاء انطي هذا الموقع ولا تطي اكو واحد حرامي لا تطي هذا الموقع. مصطفى الكاظمي قال له انا اعرف الدكتور الموسوي واشوفه واسجل ملاحظات رئيسا من طلعت التعيينات ما فعل التعيين مالتي راح فعل واحد حرامي انطى الموقع. هذا جواب انه ليش ما يسأل. هو مو بس ما يسأل وانما يعين حرامية ويبعد الناس اللي يخالف القانون. طيب. عدم تفعيله يعاقب رئيس الوزراء وزير النفط بالمادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 يتحمل العقوبة ويجاوز على القانون في سبيل مثل الناس اللي يحضر تريد تصير وكيل وزارة لا 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 مو حسب استاذ بشار لا تسمحني فد كلمة اذر سيد رشيد يمكن وقتنا ما يسمح اولا مو وكيل وزارة يعني تجاوزت انا المفروض من جمال وزير النفط علميتك وزير النفط بالتأكيد انت مجرد يعني خبير بالنفط اما انا عندي تواجد سياسي 45 سنة المجلس الاعلى الاخ امام حمود يروح يسأله يعرفني من 38 سنة أنا مو شخص عادي إذا أدخل لك بالسياسة عرفت الحزب الدعوة يعرفني حتى الأخوة التشرينيين رشحوا 13 واحد دراسة أنا رقم 2 أنت خبير نفطي وسياسي يعني تعرف القضية قضية نقاط وقضية لا نقاط ولا أبد بالعكس لما مو قضية خبرة علمية ياهو ما يخالف حتى من ناحية سياسية من ناحية الأخوة التشرينيين أنا مرشحيني رقم 2 رئيس وزراء على خيارهم رقم 2 زين الدعوة يعرفوني المجلس الأعلى يعرفني ويرفعوا لي القبعة من 40 سنة شو يريدون جابوا واحد عليه 68 قضية فساد وما ما عنده حزب هسه وزير النفط تقول بلا حزب نتمنى لك التوفيق ان شاء الله للجميع احنا البلد شكرا لك التوفيق. شكرا لك انا الحمد لله دعنا نطلع على نتيجة الاستبيان معكم مشاهدينا الكرام وهل تعتقد ان حكومة تصريف الأعمال قد فشلت بإدارة البلاد خصوصا بما يتعلق بملف الوقود والخدمات؟ كانت الإجابات 89% نعم 9% كلا و 2% متحفظ. هاي فقط في ما يتعلق بشأن النفطي سيد رشيد شكر نعم خلينا رئيس الوزراء يشوف هذا الاستفتاء شكرا جزيلا لكم الخبير في مجال الطاقة دكتور صلاح الوزير والله أنا أشكرك وأشكر القناة كنت ضيفا كريما شكرا لكم وأشكر الأخ الرائع الاقتصادي شكرا لكم الخبير الاقتصادي السيد رشيد السعدي كنت ضيفا كريما بالصوت والصورة من بغداد وشكر موصول لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصاد آخر.